ممكن المفروض بدأ. شوف واضح كده. صوت واضح ولا نبدأ؟ نبدأ كده المحاضرة ولا لسه؟ ماشي. في 2 فيو بس، يعني استنى مثلا دقيقة، كمان دقيقتين كده كل الناس دخلت، بعد كده نبدأ. ماشي، احنا هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا دكاترة. هنبدأ بس النهاردة اوفر فيو كده على سيستميك اكس راي، لانه كده كل سيستم لوحده كده جزء مبسط على قد ما نقدر يعني. طبعا كل توبيك هنتكلم فيه او كل حاجة هنتكلم فيها او كل اورجان يعني نتكلم فيها او نشرحه، ده محتاج محاضرة او محاضرتين على الاقل يعني. فاحنا مثلا هنحاول نوصل او نبسط، ندي الزيتونة بتاع كل جزء كده ايه، وان شاء الله تبقى كويسه يعني. في الاول قبل ما نبدا في الاكس راي، طبعا في عندي كذا بوزيشن باخده. البوزيشن اللي انتوا شايفينه دوت، ده بيسموه الفي دي او فينترو دورسال، ان الاشعه بتعدي من البطن الاول، بعد كده تعدي على الظهر، وبعد كده ايه توصل للكاسد. معنى صح ان الحيوان بينام على ايه، على ظهره، عكسه اللي هو حيوان ينام على ايه، على بطنه، بيسموه دي في اللي هو دورسو فينترال. تمام، ده بس ده بوزيشن مختلف. ده اللاترال، الحيوان بينام على الجنب، الجنب اللي هو على الكاسيت، ده بيسموه ايه، الاكسير بيسمى على اسمه يعني. هو دلوقتي نايم على جنبه اليمين، فدي رايت لاترال. لو نايم على جنبه الشمال بيسموه ايه، ليفت لاترال. طبعا قاعدة لازم ناخدها، اي اورجن عاوز تبص عليه على الاقل محتاجين فيه ايه، 2 فيو، فيو لاترال وفيو ايه، في دي او دي في. الايديا اللي ناخد تاتا فيو، لاترال رايت وليفت، وايه في دي او دي في، ده الايه، ده الايديال يعني. بعض الحاجات محتاجه اصلا اكتر من فيو، ممكن يبقى 5 أو 6 فيو كمان زي المفاصل وكده، بس ده مش هنخش في التفاصيل دي يعني. عندي الاكس راي، الاشعه لما تيجي تخش على الاكس، على الاورجنز، كل اورجن ليه دينستي او ليه كثافه معينه، وعلى حسب الكثافه ديت الاشعه بتمتص او لا تمتص، او تنعكس او لا تنعكس. مش هنخش تفاصيل الفيزياء قوي، بس هو عندي اخف حاجه الهواء، فبياخد لون الاسود. بعد كده عندي سوفت تيشو شبه الماسل والفات والبلاد، البلاد ده اللي هو يشمل الفلويد يعني عموما، ميه او فلويد او بلاد او ايا كان السائل يعني، بياخد درجات من الجري مختلفه شويه. بعد كده نوصل لاعلى حاجه دينستي اللي هي البون في الجسم. بعد كده بقى الميتال دوت، هو شبه البون بس تليه فيه ايه، درجه لمعان. في بس كام مصطلح كده عايزين نحطوه في بالنا. اول حاجه مصطلح اللي بيسموه راديو اوباستي، راديو اوبيك مثلا، وراديو لوسنت. راديو اوبيك معناها ايه، انا مثلا بقول لك ايه، انكريزد راديو اوبيك معناها ان درجه اللون نفسها بتزيد، تتجه ناحيه الجري او بتغمق، او قصدي اللي هو قصدي معلش اسف، بتبيض، تتجه ناحيه اللي هو ايه، تبقى مور دينست، مور دينستي يعني. بقولك مور راديو اوبيك معناه كده اللي هو درجة الجلد بتاعته بتفتح، بتوصل لدرجة الايه، البياض.
العكسه بقى في راديو لوسنت، بلاك مور راديو لوسنت، معناه كده درجه اللون بتاعه الاورجان بتتجه ناحيه الايه، الغامق، او ناحيه الاير، او ناحيه الايه، الهواء. بس دي بس بعض المصطلحات ايه بتسمعها كتير. يعني هنبدا اول حاجه بالثراسيك، ده النورمال ثراسيك بتاع القناين اللي على اليمين ديت اللي هي اللاترال، وعلى الشمال ديت الفي دي. دوت صورة 3D للقلب، دي على اليمين اللاترال وعلى الشمال الفي دي. طبعا القلب استراكشر لو انتم ملاحظين هتلاقيه مايل لقدام شوية، مايل لقدام ناحية الليفت. فدي خلينا في دماغكم عشان لما نيجي نتكلم عن الاستراكشر جوه بيختلف على حسب الميل ده. بيطلع منه ارتريز والفين واوعيه دمويه كتير، اللي هو الاورطه والفينا كافا، دول المين او دول الكبار يعني. وعندي البلموني ارتري والبلموني ايه فين. هناخد اول حاجه عندي الفاسكوليتشر، عندي ده الفي دي. هناخد اول حاجه الفي دي، بعد كده اللاترال. عندي الفي دي، عندي الاورطه، اورت كروت او الديسندنج اورطه، بياخد الجزء الاحمر ده، الجزء الاحمر ده في الحته دي كده يبقى فيه الايه، الاورطه، تمام. بعد كده عندي هنا في الجزء اللي هو في اليمين ده، طبعا انا بعرفت يمين وشمال ازاي، انا عرفت ان الجنب ده الرايت والجنب ده الليفت ازاي. طبعا لو الصوره جايه كده انت مش هتعرف، لازم ان التكنيشن اللي خد الصوره يقول لك الجنب ده رايت او الجنب ده ليفت، يا اما عن طريق يحط حرف الار هنا فيقول لك ده رايت، او يحط حرف ال هنا يقول لك ليفت، او يحط لك علامه شبه دي كده، مربع الاسود ده او كوين او اي حاجه، اي علامه بتدل اللي هو الرايت. فهو حاطط لك هنا علامه الايه، علامه السود ديت، فدي كده معناها الايه، ده الجنب الرايت. فانا عندي في الجنب الرايت هنا بيبان لي الايه، الفينا كافا في الحته دي كده بالظبط، وفي الجزء ده الحته اللي لونها يلو ديت بيبان لي ايه، المين بالمونري ايه ارتري. طبعا انا بستفاد من النقطه دي ايه، انا لو لقيت مثلا القلب هنا في تضخم في الحته دي كده، عامله كده في سوفت تيشو هنا في الحته ديت ومتضخمه، ايه الاستراكشر اللي موجود في الحته دي؟ انا عارف ان هو بالمونري، مين بالمونري ارتري. فلو في تضخم هنا معناه كده في تضخم في المين بالمونري ارتري، معناه كده ان غالبا ممكن تبقى فيه هايبر تنشن. يبقى احط بالي ممكن هايبر تنشن، ايه الحاجات اللي ممكن تعمل هايبر تنشن، وايه، وابدا اوسع الايه، الدنيا شويه. بس فده كده في الفي دي اللي هو الفاسكوليتشر. عندي ده كده اللي هو التشامبر بتاعت القلب، عندي 4 تشامبر. طبعا ده جزء الرايت وده جزء الايه، الليفت. فانا عندي اللي هو الرايت اتريوم، الاذن الايمن هنا، بعد كده الرايت فينتركل في الحته دي، وبعد كده لو احنا لسه قايلين من شويه ده الايه، الرايت ايه اتريوم هنا، المفروض الليفت يبقى هنا، يبقى في هنا ايه، الليفت اتريوم. بس ده غير صحيح. ليه؟ احنا قلنا من شويه الحيوان بيبقى القلب بتاعه مايل ناحيه لقدام ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، اسف. فهو نتيجه الميل ده الاكس راي بياخد 1 دي، هو صوره واحده بياخد فيها كل الاستراكشر ورا بعضها. نتيجه الميل ده الليفت اتريان بيبان لي في الجزء ايه، في الكودال بارت كده من بتاع القلب، في جزء ايه من تحت كده، ده الايه، ده الليفت فينتركل، ليفت قصدي اتريان. الليفت فينتركل في المكان الطبيعي اللي هو بيبقى هنا، ده الليفت ايه فينتركل، والحته دي فيها الايه، الاوركل. الاوركل طبعا ايه، في الكلاب ما يهمنيش قوي، ما بيحصلش فيه مشاكل، اما في القطط ايه يهمني شويه. ده كده ايه، دي بس حاجه اسمها كارديو كلوك. طبعا انا في الاكس راي القلب عباره عن ايه، في الطبيعي عباره عن كذا غرفه متقسمه فراغات بينهم، اما في الاكس راي انا مش هقدر اشوف الفراغات ده، انا هشوفهم ككتله ايه، واحده على بعض. فانا عندي يهمني اعرف كل استراكشر فين حدوده من بره، فده الرايت اتريوم، الرايت فينتريكل، ليفت فينتريكل، ليفت اتريوم في النص هنا تحت هنا، ليفت اوركل، مين بالمونري ارتري. ليه اعرف الفراغ ده؟ ليه اعرف كل اورجن او كل استراكشر فين حدوده؟ عشان مثلا لو لقيت حصل بالجنج في الحته دي كده، او بالجنج في الحته دي كده، يبقى انا عارف ان هنا مثلا ان في رايت فينتريكل متضخم، معنى كده ان في مشكله في الرايت سايد هارت. اشوف بقى رايت سايد هارت فيلير ولا رايت سايد ديزيز، وعلى اساس ابدا ايه التريتمنت بتاعي او قدره العلاج بتاعتي، او احوله اللي هو يحتاج يعمل ايكو عشان اقدر اعرف الكوز، بس الكوز بتاع الهايبرتروفي ايه، او الكوز بتاع تضخم الفينتريك ايه بالظبط. الفكره ان انا بقى ايه، لو عرفت مكان الاستراكشر من بره اقدر اعرف لو في تضخم او حاجه، التضخم في اني ايه، في اني استراكشر بالظبط. ده كده الايه، ده كده اللي هو الايه، الفي دي.
نرجع ناخد نرجع الفيديو تاني عشان ما ننساهوش. لو جينا على الصورة دي، ده كده ايه الأورطة، تمام؟ الناس برضو ايه تخليها تبقى تقول معايا، يعني تحاول تقول معايا عشان تثبت المعلومة. يعني هنا ايه الفينا كافا، في الحتة دي كده بالظبط، المين بالمونري ارتري، تمام؟ نعمل بس نشيل الكلام ده. بعد كده عندي التشامبر هنا ايه الحتة دي، الرايت اتريوم، تحتيه الرايت ايه فينتريكل، جنبيه هنا الليفت فينتريكل، في النص بينهم في ايه الليفت اتريوم كورة هنا، وعندي هنا في ايه الاورك، الحاجة ايه بسيطة بس كده، ايه ثبتنا بس المعلومة، او حاولنا ايه نثبتها. في اللاترال عندي ده ايه، ده الجزء الكرينيال من الحيوان، اللي هو الجزء ده كده، ده الكرينيال، وده الايه الكودل. عرفت ازاي اللي هو الكرينيال؟ مش هقول لك بهبل يعني. هو هنا في ايه، ايه العظمه اللي هنا دي، دي الهيومرس، ودي الايه الاسكابولا، وده الاسكابولا سباين هنا، فده جزء الكرينيال بتاع الحيوان. كده كده التراكيه برضو ماشيه معايا هنا، دي التراكيه، فالتراكيه تيجي من برضو من جزء الايه الكرينيال، فده كده جزء الايه الكرينيال، وده جزء الكودا. عندي القلب مقسوم نصين، الجزء الكرينيال اللي بيبقى فيه الرايت سايد، والجزء الكودال فيه الليفت سايد. فانا عندي هنا كده الحته دي فيها ايه الرايت اتريوم، والحته دي فيها ايه الرايت فينتريكل، والحته دي فيها ايه ليفت اتريوم، ليفت ايه فينتريكل برضو. مش هنخش في التفاصيل دي جامد قوي، بس يعني ايه تريكه كده عشان توسع دماغكم شويه. موضوع اللي انا لقيت انا اعرف مثلا في تضخم في الليفت اتريوم او مفيش تضخم في الليفت اتريوم ازاي؟ اولا هتشوف حاجه بلجنج كده، طب ساعات ممكن ما اشوفش البلجنج ده، لو في مثلا نمونيا او حاجه مغطيه على حدود القلب. بص على التركيه كده، التركيه هتلاقي ايه ماشيه لكن نازله كيرف لتحت، لو في تضخم في الليفت اتريوم بيزقها لفوق، فتلاقي التركيه ماشيه ايه كده، ماشيه بشكل ايه طالع لفوق كده، عمودي، عمودي لفوق. فده ايه تركيه كده بس ايه على جنب يعني. بعد كده عندي الفينا كافا في المكان ده، وعندي الايه الاورطه بيطلع، ده الاورت كروت في الحته دي بيطلع ديسندنج اورطه وايه واسندنج ايه اورطه. طبعا لو انتم ملاحظين هنا الرايت اتريوم والاورطه اوفرلابد على بعض، عشان دي نقطه انا بعيدها تاني، اهميه انت تاخد كذا فيو. لو انا لقيت مثلا في تضخم في الحته دي، انا اعرف هو في رايت اتريوم ولا تضخم في الاورطه ازاي؟ مش هعرف من الفيو ده، لازم ارجع للفيو اللي هو الايه الفي دي، هنلاقي هنا الاورطه مكانه مختلف عن اماكن الايه الرايت اتريوم. في نقطه دي اهميه ان انا اخد كذا ايه كذا فيو يعني. بعد كده عندي انا المشاكل اللنج اللي بيحصل فيها، اللي هو الفيوجن او في اديما او ميه على الرئه، ليها كذا طبعا الجزء ده ادفانس شويه، ليها كذا ايه باترن، انترستيشال باترن، برونكيال باترن، الفير باترن. انا بقدر احدد الباترن ديت عن طريق ان انا ابص على الايه على البلمونري ارتري والبلمونري ايه فين. طبعا البلمونري ارتري والبلمونري فين ديت في الجسم، في اللنج، متشعبه في اللنج كلها، بس انا ببص على اكبر اتنين فينز، اكبر فين واكبر ارتري موجود، اللي هو موجودين فين. اولا الفين في البلمونري فين، لو انتوا فاكرين من الفسيولوجي، بلمونري فين ده بيبقى عباره عن ايه اكسجينيتد ايه بلاد، وبلمونري ارتري عباره عن ايه نون اكسجينيتد بلاد. فانا النون اكسجينيتد ده اللي هو الارتري عاملينه باللون الازرق، والاكسجينيتد عاملينه باللون ايه الاحمر اللي هو الفين. فانا عندي الارتري هو بيبقى بره بيبقى لاترال، والفين ايه بيبقى سنترال، ده مكان وجود الفين وده مكان وجود الايه الارتري الطبيعي ان انا اشوفه. في اللاترال الفين تحت، فالفين بيسموه ايه بيسموه سنترال اند ايه سنترال اند فينترال، هو ناحية جوه والايه وفنترال، وفوقيه ايه البلمونري ارتري في المكان ده، الطبيعي ان انا ايه اشوفهم. لو ما شفتهمش يبقى دي في مشكله، وعلى اساسهم بحدد ايه الباترن كانترستيشال الفر برونكال. طبعا ده جزء ايه مش هنتكلم عنه بالتفصيل يعني، ده محتاج محاضرات لوحده. فاحنا لو رجعنا كده لللاتر نجمع برضو مع بعض برضو، ده اللاترال اول حاجه عندي ايه دي التركيه، بعد كده ده ايه الفينا كافا، وبعد كده عندي الاورطه بيطلع في الاتجاه ده كده ديسندنج ايه واسندنج. بعد كده عندي غرف القلب هنا ايه رايت اتريوم
رايت فينتركل، ليفت اتريوم، ليفت فينتركل. بعد كده عندي البالمون الارتري، ده ايه مكانه اهو، والبالموناري فين مكانه. لو شلت الهايلايت معايا هتشوفوه، يعني هتلاقيه خطين ابيض كده او جري فاتح شويه، ايه ماشيين كده مكملين للاخر اهو، وبرده راجعين ايه لورا. ده كده بس ايه، ده جزء الايه القلب. في حد، انا هنقف هنا يعني، كان كمل جزء اللنج. في حد عنده مشكله؟ لو حد عنده مشكله في جزء نعيده، عنده سؤال لحد، انا هقف مثلا دقيقة او دقيقتين كده لو اشوف حد عنده سؤال. لو محدش عنده سؤال نبدأ نكمل. طبعا كده كده اللايف تقريبا الدكاترة هينزلوه على الجروب يعني، فممكن تسمعوه تاني يعني عشان تثبتوا المعلومات يعني. بس انا بتكلم بسرعة بس عشان ايه، كمية ضخمة فعاوز اخلصها يعني، ايه مطولش يعني. في حد عنده سؤال؟ يعني مفيش حد اصلا بيتابع. انا فاتح اصلا الكومنت عشان لو في حد عنده سؤال. واحد تاني، مفيش حد عنده سؤال. البلمونري ارتري والبلمونري فين مالهم؟ عاوز تشوفهم تاني يعني اوضحهم لك اكتر؟ تمام ماشي. لو جينا هنا يا دكتور، عندي بالمونري ارتري وبالمونري فين، هو اللنج البرونكاي التراكيه بتخش تتفرع للبرونكاي وبرونكيولز والكلام ده، مع كل اير واي ماشي او كل برونكاي ماشيه ماشي معاها ارتريز وايه ارتري وفين عشان تبادل الاكسجين، صح؟ فانا عندي هنا، لو بصيت هنا التراكيه اهي، دي جاي عند الحته دي بيسموها كارينا او كراينا حسب اللفظ يعني. دي ليه ايه برانش اللي قدام اير واي هنا وبرانش اللي قدام اير واي هنا، تمام؟ البرانش اللي قدام اللي هو الاير واي ده اللي هو مشهور عليه ده، هتلاقيه ماشي فوقيه ايه ارتري وماشي تحتيه ايه فين. لو شلت الهايلايت، الارتري والفين ده ماشي فيهم ايه بلاد، البلاد ده فلويد اوباستي اللي هو درجة الجري الفاتحة شوية دي. فلو انت لو لاحظت هتلاقي درجة الايه الجري في الحتة دي بالظبط ماشية ماشية وده ماشي حتى وصل لغاية هنا، تمام؟ ده كله هوا، وده ايه ده في خط او ماسورة لونها جري ماشي هنا، ده اللي هو بالمينو ارتري وبالمينو ريفين. لا مش هيفرق معايا انا بفرق بين الارتري والفين، هو اللي يفرق هو مكانهم بس، هما نفس درجة اللون، مكانهم بيبقى مكانهم هو الفرق بس ان الارتري مكانه موجود اللي بره، الارتري مكانه بره في الحته دي وايه ودورسال، اما الفين سنترال وايه وفنترال، سنترال اند فنترال ده الفين. فرقهم عن بعض؟ لا مش هيفرق معايا، مش هيفرق معايا خالص يعني فرقهم عن بعض، الا في حالات نادره جدا جدا يعني، مش مهم دلوقتي يعني. بص يا دكتور الوان، احنا الجزء الانترستيشال باترن اصلا ما شرحش يعني، انا كنت بس ايه بقول بس الاميت البلمونري ارتري والبلمونري فين اللي احنا نبص عليهم عشان على اساسهم نقدر نحدد ان ده انترستيشال باترن ولا لا، ولا الفير باترن ولا لا. مش هنتكلم عن انترستيشال باترن يعني، ما اتكلمناش عنه اصلا، ما فيش وقت نتكلم عنه ده يعني، المحاضره الواحده اهي. في حد عنده سؤال تاني؟ ماشي احنا ممكن نكمل، لو حد عنده سؤال نرجع له تاني. هو الكلام تمام تمام كده يا دكتور ايمن، ولا في حاجه مش واضحه؟ ماشي هنبدا بالجزء اللنج. اللنج عندي انا يعني ما بيهمنيش فيه اكتر من اعرف بس هي متقسمه كام لوب، عشان في بعض الامراض بتيجي ايه فوكل في لوب معينه. عندي الليفت لنج متقسمه كرينيال وكودال، كرينيال لوب وكودال لوب، والكرينيا نفسها متقسمه 2 سيجمنت، كرينيال سيجمنت وكودال ايه سيجمنت. ده لو شلنا عملنا اللنج نفسها انفيزيبل وجبنا اللي هو الايه الاير واي، دي التراكيه تتفرع لي بفرع لقدام الكودال
وفرع ايه يخش ايه كرينيال، والكرينيال نفسه يتفرع فرعين، فرع للكرينيال سيجمنت وفرع للايه للكودال ايه سيجمنت. الشكل اللي احنا شايفينه بقى دي الليفت لانج. عندي الرايت لانج متقسمه 4 لوب، 4 لوب كرينيال ميدل كودال اند اكسسوري. والاكسسوري دي مهمه جدا 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 على فكره، يعني الاكسسوري دي اصلا موجوده ايه في النص بينهم كلهم، موجوده ايه في النص. مكان وجودها لو احنا رجعنا للصوره من شويه، تبقى انهي حته ديت اللي هي الاكسسوري لوب، في افيوجن في الاكسسوري لوب او في ميه او خلايا في الاكسسوري لوب، فخليني مش عارف اشوف الايه الفينا كافا مغطيه عليه. وفي بعض الامراض معينه بتبقى فيها ايه الاكسسوري لوب نفسها هي اللي بتتضر، او يعني موست كومن لوب بتتضر في المرض ده، مرض اكس معين مش هنتكلم عنه، الاكسسوري لوب. فدي نقطه ايه خليها في دماغكم مكانها فين بالظبط، ونقطه التركه اللي انا ايه عن طريق انا اعرف ان في افيوجن فيها ولا لا، اللي هو انا ما شفتش الفينا كافا. طبعا دي برونكاي برضو، برونكاي بتتفرع للكرينيال ميدل كودال وايه واكسسوري. لو جينا بقى للاكس راي، بص هنا على الاكس راي، الاكس راي طبعا ديت ده القلب، ده القلب ودي كلها ايه اللنج، يمين يمين وشمال. ملاحظين انتوا شايفين انتوا هنا في لوب متفرقه عن بعض، اللوب كلها ايه اوفرلابد على بعض، انت شايف اللنج كانها واحده واحده، ده النورمال. الاب نورمال بقى لو انا ابدا ايه اشوف اللوبز متفرقه، نفترض مثلا لو انا لقيت اللوب متفرقه يبقى ايه الفكره عندي، ايه المشكله عندي؟ لان انا قادر احدد ده كرينيال لوب، دي الكودال لوب، دي الميدل لوب، ده اب نورمال. انا كده ان ايه في اللنج نفسها متحوطه بغشاء البلوره، البلوره السبيس ده غشاء رؤيه جدا، في كميه فلود قليله جدا، ما تعملش سيجنيفيكانت ايه ابييرنس في الاكس راي. لما يبدا بقى الفلود يتراكم فيها، او خلايا او فلود يبدا يتراكم فيها، يبدا يكبر الغشاء ده، يبدا يزقهم عن بعض، فابدا اشوف الايه اللوبس، ودي حاجه ايه علامه ابنورمال اللي هو بالبلورال ايه افيوجن. يعني ده لو جينا مثلا صوره 3 دي، ده الكرينيال ميدل كودال اكسسوري، الليفت الكرينيال سيجمنت اوف كرينيال لوب، الكودال سيجمنت اوف كودال لوب اوف كرينيال سيجمنت، الكرينيال سيجمنت الكودال لوب سيجمنت اوف كرينيال لوب، والكودال ايه سيجمنت. بس في حد عنده مشكلة في اللنج؟ اللنج بسيطة خالص يعني، حد عنده مشكلة في اللنج؟ ماشي احنا نكمل. ماشي الجولز ده عندي طبعا القلب، ده القلب ودي اللنج يمين وشمال. عندي الجزء ده كده اللي معلمه ده بيسموه كرينيال ايه ميديستاينم، والجزء الكودال ده الكودال ميديستاينم. ساعات بيحصل فيه ايه مشاكل، ايه المشاكل اللي فيه بقى؟ انا عندي الليمف نود اللي في الجسم اللي في الشيست متوزعه ازاي، عندي فيه تراكيو برونكيال الليمف نود، عندي هم حوالي 5 او 6 اللي هي مين، هم 3 تراكيو برونكيال الليمف نود، ده مكانها كرينيال ميديستاينم الليمف نود واسترنال ايه لينف نود. طبعا النورمال اللي انا ما شافهمش، يعني النورمال اللي انا ما شوفش مثلا ما شافهمش، لو رجعنا صوره كده انت اصلا مش شايفهم، ولا في كرينيال ميديستاينم هنا، ولا في استرنال، ولا في تراكيو برونكيال، ده النورمال. لما يبدا يحصل فيهم ورم او يكبروا يبدا ده ايه الاب نورمال، يبداوا يبانوا معايا. فانا عندي اللي يهمني هم الثلاثه دول، كرينيال والاسترنال والتراكيو ايه برونك. برق اسفنجيه مش هشوفها، انترستيشن انتركوستا مش هشوفها، وثراسك ضغط ايه مش هشوفها. عندي نقطة مهمة خالص، الكرينيال ميداستاينم والتراكيو برونكيال لينف نود الاتنين بيعملوا درين للشيست، فلو عندي مشكلة في الشيست بيبدأوا هما يحصل لهم ايه تضخم. أما الاسترنال لينف نود بتعمل درين للأبدم، فأنا عندي مشكلة في الأبدم أصلا يبدأ الاسترنال يحصل لها ايه تكبر في ايه تكبر في الحجم. دي تركة مهمة، يعني لو أنت لقيت الاسترنال لينف نود نفسها متضخمة معنى كده إن في مشكلة في الأبدم أصلا، الشيست سليم. ده في اللاترال، ده اللاترال الفي دي عندي الاسترنال لينف نود والكرينيال ميديستاينم اوفرلاب على بعض، عشان كده انا اقدر افرق بينهم عن طريق بس اللاترال. اما الفي دي هم اوفرلاب على بعض. التراكيو برونكال لينف نود نفسها متقسمه 3، رايت ليفت وميدل. بس كده جزء الثراسك.
إيه كده الجزء الثوراسيك؟ حد عنده سؤال؟ خلاص قبل ما نخش الجزء الابدو. طبعا الجزء الثوراسيك مش هنجيب فيه حالات، ان الحالات اصلا محتاجه شرح لوحدها، محتاجه تفهم اصلا الباثوجينيسيس بتاع المرض او الميكانيزم نفسها بتاع المرض حصلت ازاي، وده محاضرات لوحده. فاحنا هنخش الحالات تبقى في الابدومين بس. في حد عنده نورمال ثوراسيك فيه مشكله فيه؟ البلوريسي او البلور افيوجن بيبان عندي ان اللانج لوبز نفسها يبدا يحصل لها ايه، ديفرنت، يبعدوا عن بعض. فاقدر اشوف مثلا الكرينيال لوب متفرقه عن الكودال لوب، متفرقه عن الميدل لوب، ده اللي هو اللي اقدر اشوف البلوريسي يعني. طبعا ده لو هي ايه سيفير، لو حاله اكيوت حاله مايلد خالص مش هيقدر اشوفها بالاكس ري كويس يعني. طبعا هي مش تعمل اصلا اعراض غير لما تبقى سيفير، لو حاله مايلد مش تعمل اعراض. ماشي، في حد عنده سؤال تاني في جزء استراسيك؟ طب الدنيا واضحة لغاية دلوقتي ولا؟ نكمل ولا؟ طب الدنيا في حد عنده سؤال؟ تمام ماشي نكمل. عندي جزء قبل نظام كيسز كده عشان دي تبقى ايه متبقاش مملة. إيه كفاية استراسك يعني. عندي أول كيس، عندي 15 شهر في ميل ويت ان ترير 3 days of inhabitants unproductive reaching diarrhea، بتحاول ترجع بس مش قادرة، مبيطلعش حاجة، ودي ايه وإسهال سلايد بينفول اون ابدومنال ايه بالبيشن. ده اللي هو الفي دي وده اللاترال. اول حاجه هنزل ناخده بس الاول النورمال اماكن الاورمال نورمال بتاعت الاستراكشر فين. طبعا ده ايه دي اللانج، واللي فصل الشيست عن الابدون هو الحجاب الحاجز او الديافرام، ده مكان لازق في الديافرام على طول ايه الليفر، ده الايه الليفر. بعديه على طول في الايه الاستومك، بديل ايه الاستومك. الاستومك يطلع منها الايه الديودينم او الديودينم بالمظهر ده كده، يبقى اسموس وكيرفت كده بالشكل ده، ده الديودينم. بعد كده عندي جوجينم 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 وإليوم، وبعد كده ينتهي بايه بكولون ماشي ايه في الاتجاه ده. يبقى عندي ده الديافرام الليفر استومك ديودينم جوجينم إليوم، بعد كده ايه كولون، ده كده ايه ده الجزء الجي اي تي. بعد كده عندي هنا الحته دي كده في الكدني يعني واضحه هنا شويه، ال دي الليفت كدني، الرايت كدني بقى متغطيه بالسمول انتستين فمش ايه مش واضحه حلو، تبقى في الحته دي تمام. ان انتوا مش شايفين هنا، لو انا شلت الهالات هتلاقي هنا في تحس ان في كوره هنا او في شكل كدني قريب يعني. طبعا انت مش هتشوف الاورجان هاي هاي كواليتي يعني ايمج، لا انت هتلاقي الاورجان غالبا مش عارف تحدد حدودها بالظبط يعني، انت بتتخيلها وتحاول توصل للنورمال وبعد كده تشوف الابنورمال وكده يعني. وهنا بقى جزء الايه التيل بتاع الايه السبلين، لو انتوا شايفين العظيم ملحوظة مهمة، ده الكدني والتيل بتاع السبلين مثلث اهو نايم فوقيها على طول، مفيش فراغ بينهم او يعني فراغ بينهم حاجة بسيطة خالص. ده كده ده الايه ده النورمال استراكشر عندي. في اللاترال عندي ده الديافرام، عندي ديت الليفر حدودها هنا كده الحته دي كده دي الليفر، عندي الاستومك تبقى هنا ملاحظين دي نهايتها من تحت اهي، دي نهايتها من تحت، دي الاستومك بيطلع منها الديودرم كده، والكولون بيبقى ايه مش نفس الاتجاه في الحته دي كده. عندي السبلين بيبان في بطن من تحت، ده السبلين.
طبعا كل ده ايه، كل ده سمول ايه، سمول انتستين. ماشي، نرجع للحالة. هو بيقولك هنا 15 شهر في ميل ويت انترير، 3 ايام ما بتاكلش، ام بروداكت ريتشنج اند دايريا سلايتلي بينفول ايه اون ابدون. عندي حالة شبه كده، بيقولي 3 ايام ما بياكلش. طب طالما 3 ايام ما بياكلش، ازاي المفروض المعدة؟ طالما 3 ايام ما بياكلش، دي مكان المعدة صح؟ دي الايه، دي الاستومك. 3 ايام ما بياكلش، المفروض يبقى بطنه معدته ايه، فاضية. فاضية معناها ايه؟ فيها غاز، والغاز بيبان عندي لونه ايه، بصوا على اللنج كده، لونه اسود. المفروض اصلا هنا يبقى ايه، اسود. طب ازاي عندي هنا بيبقى 3 ايام ما بياكلش والمعدة مليانة على اخرها كده؟ يبقى دي اول ملحوظة ايه معايا. ما حاولش انط اقول ايه، هي ما حاولش اقول انت ده فورين بادي بلا حاجه، واحده واحده يعني ايه، حاول تجمع الفايندينج كلها مع بعض، بعد كده تحاول تعمل قصه مناسبه ايه بالفايندينج مع الاعراض. تقول مثلا ايه، ديفرنشال ليست عندي كذا وكذا وكذا، بلاش الليير جامب السريع ده. فعندي هنا الاستومك، يبقى اول ملحوظه عندي هنا ايه، الاستومك اصلا ايه مليانه، وهو اصلا المفروض ما بياكلش. الكدني سليمه، السبلين سليم، السمول انتستين شكلها ايه، يعتبر سليم، انا مش قادر احدد شوية كويس. عندي في اللاترال نفس الكلام، ليه المعدة كلها على اخرها هنا مليانة، بقية الاورجنز في النورمال رينج بتاعها. فانا كحاجة كده استفاديت، انا شاكك ان ممكن بقى حاجة نتيجة ان المعدة اصلا مقفولة بحاجات، وهي في نفس الوقت مفيش اصلا ايه، مفيش اكل. طب ازاي مليانة؟ فانا ممكن احط مور دياجنوستيك او حاجة مثلا استعملها عشان اتأكد، ابلعه ايه صبغة واخد اكس راي، وده اللي حصل. هنا بلع صبغة، فالامعاء كلها ايه مليانة اهي، المعدة قصدي مليانة اهي. لو من شوية قلنا الايه، جوجلان المفروض يبقى ايه سموث خالص كده ايه، كيرفد بالمنظر ده كده. لو رجعنا لجينا الصورة ديت اللي طالع من السمك ده ايه، جوجلان قصدي الديودرم، بيطلع لها وبعد كده عامل كيرفد كده، وبعد كده راح لاف حوالين نفسه وطالع، كل ده ايه جوجلان ملفوف حوالين نفسه كده. ولو ملاحظين كده في ايه اندنتيشن في الحته دي، في ايه، تحس ان اصلا الدودرم عمال ينقبض على نفسه، بس في حاجه ايه مضايقاه، في اندنتيشن هنا، في اندنتيشن في الحته دي كده. لو بشوف ملاحظه كده، ده الفرق بين النورم اب نورمال انتستين وده النورمال انتستين. شوف كده الجدار ايه، دي النورمال انتستين، دي جدار اسموس خالص اهو، وحجمه ايه طبيعي. طبعا هنتكلم عن حجم الطبيعي ومش طبيعي ازاي دلوقتي. المهم يعني ايه، هو بلعه باريوم، فالباريوم بتاع ايه، كل الانتستومك مليانه والجوجلان مليان مليان. نيجي للفي دي اللاتر قصدي، نفس الكلام، المعده مليانه والجوجلان تخين، وبعد كده لافف حوالين نفسه، وبعد كده عامل كده ونازل، ده كله ايه جوجلان، كل ده قصدي ايه دوجلان. إيه هنا حالة شبه ديت، عملوها سيرجري وفتحنا وطلعنا ايه لقبلع بكرة خيط دخلت في معدته، والخيط بدأ يسترسب 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 لغاية ما وصل ايه، دخل جزء عدى الديدرم، وخد جزء من وصل لجزء من الأمعاء كمان، وعمل المشكلة ديت. دي بيسموها لينير فورين بادي، ودي حالة ايه emergency، لازم تخش على طول تشيل. ان هو لو يعني الديدرم ده، لو انتوا ملاحظين هو لف حوالين نفسه، لو سبناه شوية كان زمانه لف حوالين نفسه وحاول حصل ايه فولفلس، وحصل جرجرين وايه ومات. فدي اول حالة عندي لينر ايه فورين بادي. في مشكلة في الحالة دي، هبعتها. حاضر دكتور محمد، هبعتها يعني، هبعت ده تاني يعني، هبعتها لأي حد من التيم وهو ينزلها لكم، مفيش مشكلة خالص يعني. طب ماشي، في حد عنده مشكلة في الحالة اللي فاتت دي؟ ريت لو حد يعني ايه رد، في مشكلة او حاجة، في حاجة مش واضحة. ايه الناس نايمة؟ ايه مفيش حد صاحي خالص؟ ماشي، هنخش على الحالة اللي بعديها. 11 سنة، old male neuter labrador retriever mix، 12 ساعة، history of multiple vomiting event، بيرجع كتير جدا، normal physical ايه exam. لو خدنا صورة شبه ديت، عندي دوت دي كده ايه، دي الليفر،
عندي الحتة دي كده، الاستومك دي، الاستومك عندي، مفيش حاجة واضحة تانية. شايفين كل ده؟ دي ايه؟ كل اللوبز اللي فيها غاز دي لونها اسود، دي ايه؟ سمول انتستن. سمول ايه؟ انتستن. كل ده ايه؟ سمول ايه؟ انتستن. فعندي ده ال VD او ده اللاتر قصدي، ده الديافرام. عندي الليفر اهو حجمه صغير شوية. ده الايه؟ دي الاستومك، ودي كلها ايه؟ سمول انتستن. سمول ايه؟ انتستن. انا عندي شايف هنا السمول انتستن ايه؟ السمول انتستن هنا ايه؟ متضخمة، حجمها ايه؟ كبير، مليانة غاز. طب انا اعرف اصلا متضخمة ومش متضخمة على اساس ايه؟ يعني ايه ال ايه ايه الحاجة اللي انا بقيس عليها متضخمة او لا؟ انا عندي حاجتين، عندي ايه؟ حاجتين مقدر اقيس عليهم. اولا احنا في كبراكتيكال انت هتشوفها في الاول، ايه تعرف ان هي كبيره ولا صغيره. بس واحد لسه مثلا لسه بيتعلم الاكس ري محتاج حاجه يقيس عليها. اول حاجه يا اما تلاقي تبص تقارن مثلا اللوب مثلا شبه دي، دي الدايمتر بتاعها، تقارنها بايه؟ باللمبر رقم 2. طب اللمبر رقم 2 اعرفها ازاي اصلا؟ اخر ريبس بيخش على ايه؟ على اخر ثراسك. فانا عندي ريبس اهو داخل على اخر ثراسك اللي هي دي، دي اخر ثراسك، من بعديها لمبر واحد، لمبر ايه؟ اتنين. بشوف البادي بتاع الايه؟ اللمبر بادي بس اللي هو اللي انا معلم عليه ده، وقارنه بالايه؟ بالسمول انتستن. المفروض اصلا النورمال سمول انتستن من نص لتلات ارباع البادي بتاع الايه؟ الفيرتبري، او حتى لو وصلت لواحد مفيش مشكله، واحد لواحد. اما انت لو ملاحظ هنا هتلاقي اصلا الدايمتر بتاع السمول انتستن تقريبا واحد ونص ايه؟ الدايمتر بتاع الايه؟ البادي بتاع اللمبر رقم اتنين. ادي كده اول حاجه بقيس عليها. تاني حاجه اصلا بقيس عليها ايه؟ بشوف نورمال ايه؟ يعني بشوف الابنورمال سمول انتستن مع نورمال سمول انتستن. مثلا ده دي مثلا تقريبا نورمال ايه؟ سمول انتستن. دي تقريبا برضو نورمال ايه؟ سمول انتستن. دي تقريبا نورمال سمول ايه؟ انتستن. لو ملاحظين الطول او العرض او الدايمتر بتاع الابنورمال للنورمال تقريبا مرتين او مرتين ونص. ده دليل برضو ان اللوب ديت ايه؟ متضخمه. طب انا عرفت ان الناس اللي لوب متضخمه وارمه بانينا بايه؟ غاز. ايه اللي هيخلي لوب اللي انتسم ان هي غاز؟ نفترض كده انت عندك ماسوره الغاز مثلا بيمشي منها من اتجاه مثلا ويطلع من الاتجاه التاني، انت قافل من النص، قافل مثلا ايه على الماسوره دي، حاطط حاجه سادة، هيبدأ الغاز يتراكم فين؟ في الجهه اللي بيطلع منها الغاز. اما الجهه اللي الغاز بيخرج منها بره الماسوره يبدأ ما فيهاش غاز، فتبدأ تظهر ايه؟ في الحجم. نفس الفكرة لو انت عندك بالونة وضغطت عليها من النص ونفخت، الغاز هيتجمع في الجزء اللي انت بتنفخ منه. طب الجزء اللي هو التاني اللي هو من بعد الضغطة هيبقى فاضي. هي نفس الفكرة، الغاز بيطلع من الاستومك يمشي في الاسمنتس، وبعد كده يطلع من ايه؟ من الريكتم، من الكولون والريكتم من الاخر. لو في حاجة سادة هيبدأ الغاز يتراكم في لوبس اللي هي ايه؟ قبل الانسداد، وبعد الانسداد يبقى اللوبس دي ايه؟ يا اما نورمال يا اما ايه؟ صغيره جدا في الحجم. دي النقطه دي محطوطه، دي مهمه في ايه؟ دي تفرق لي عن حاجتين. هو انا عندي حاجه اوبستراكشن، تجمع غاز في الاستومك ورمه او في السمول انتستين متضخمه، دي اوبستراكشن. اوبستراكشن عندي شكلين منها، ميكانيكال اوبستراكشن وفانكشنال ايه؟ اوبستراكشن. ميكانيكال اوبستراكشن اللي انا قلت عليه دلوقتي اللي هو ايه؟ حاجه تبقى واقفه سده فتجمع عندي اتنين لوب، لوب اب نورمال ورمه، ولوب ولوب سليمة صغيرة في الحجم او ايه؟ نورمال في الحجم. اما الفانكشنال اوبستراكشن اللي هو المعدة كسلانة، امعاء كسلانة نتيجة مثلا بعد العملية، مثلا لو انت فاتح في البطن بيبدأ الامعاء يحصل لها كسل، بيبقى دي بقى ايه؟ جنرالايزد، كل الامعاء ايه؟ وارمة، كل الامعاء ايه؟ متضخمة وفيها ايه؟ غاز. فعندي دي نقطة مهمة جدا اللي فرق بين الميكانيكال وايه؟ والفانكشنال. الميكانيكال بيبقى عندي اتنين بيبيوليشن من السمول انتستين، واحده متضخمه واحده لا. الميكانيك الفانكشنال بيبقى عندي كلهم ايه؟ وان بيبيوليشن، كلهم ايه؟ متضخمه، كلهم متضخمين. طبعا ليه بفرق بينهم؟ ان الديسيجن عندي او القرار عندي هيبقى مختلف. لو ميكانيك هتضطر تفتح وتشيل الجزء اللي هو الفورين بادي اللي سادت، اما فانكشنال هتدي ادويه ايه؟ تسهل ايه؟ حركه الامعاء. فدي خطوه ايه؟ مهمه جدا. ماشي، في حد عنده مشكله في الحاله ديت؟
في حد عنده مشكلة؟ الدنيا واضحة؟ واضحة ليه؟ ماشي هنكمل. عندي حالة بعديها 7 سنين ونص. old neutered main domestic short hair cat. عندها انوركسيا وتعالجت من الايه، كان اتعالجت من دكتور تاني كالرجي، من الالرجي ده خدت كورتيزونات وكده، وفي جالك عندها ايه انوركسيا. بص ده اللاترال وده الفي دي. اول ملحوظة هتشوفها انت ايه، انت مش شايف حاجة. الملحوظة دي، الملحوظة اللي احنا بنقول عليها انت مش شايف حاجة، دي معناه كده ان الديتيلز بتاعت الاورجان مش باينة. ليه؟ ان في حاجه موجوده بين اورجان واورجان، فعامله ايه الصوره مغمشه، في افيوجن في البطن. يبقى عندي اول حاجه تاخدها من صوره ان هي انت مش شايف الاورجان كويس، معناها ان في افيوجن، معناها كده في ايه سوائل او حاجه، ايه اورجان في مشكله بيعمل لي افيوجن في البطن. ادي كده اول ملحوظه قبل ما ابص على اي حاجه في الفي دي ايه وفي اللاترال. لو جينا الحاله شبه ديت، دي كده ايه كدني، وده كده ايه الديل، ده جزء المثلث، ده السبلين. فاكرين من شويه لما جبنا الحاله النورمال قلنا السبلين والكدني اوفرلابد او فوق بعض، مفيش فرق بينهم او الفرق بينهم صغير جدا. طب ده هنا في حاله شبه ديت حاجه زقاهم، حاجه بينهم زقاهم عن بعض. انا مش عارف هي الصوره واضحه ولا لا، بس فيها في جزء استراكشر صغير خالص في الحته دي كده، او جزء من الاستراكشر في الحته دي كده ورمه، فمطلعه فلويد. في الفلويد زي ايه الاورجان ايه عن بعض، زي السبين عن الكدني، وعامل افيوجن في البطن، فخلي الصوره ايه بور سيروزر ديتيل يعني، او السيروزر ديتيل نفسها ايه مش واضحه. ايه الاستراكشر اللي هيبقى ماشي هنا؟ عندي في استراكشر، احنا قلنا جبنا سيره الاستراكشر كلها ما عدا واحد بس ما قلناهوش، اللي هو السبلين، قصدي اللي هو البنكرياس، ماشي ايه في اتجاهها بالظبط كده. ده الايه البنكرياس عامل كده بالظبط، البادي بتاعه في النص. كان عندي الرايت ليمب والليفت ليمب. الليفت ليمب بتبقى موجوده بين الكدني، الليفت كدني مع السبلين بينهم، وصغيره جدا فما بتاثرش في حاجه. يعني بيبدا يحصل انفلاميشن في البنكرياس، بنكرياتيتس، يبدا يطلع افيوجن، افيوجن يبدا يزق الايه السبلين عن السبلين عن الليفت كدني، ويبدا ايه يزقهم عن بعض ويعمل انفيوجن في البطن كلها. دي بس ايه عندي في القطط، دي حاله قطه. القطط غالبا بيبقى عندها الليفت ايه الليفت ليمب هو اللي بيحصل فيه انفلاميشن، اما الكلاب بيحصل عندها على طول في الرايت ايه ليمب. وغالبا ممكن يبقى العكس عادي مفيش مشكله، بس في الاغلب الليفت ليمب في القطط والكلاب ايه الرايت ليمب. فدي حاله بنكرياتيتس. انت انا بقول لك البنكرياس انت اصلا ما بتشوفوش كاستراكشر، انت بتشوف اللي هو انت عارف مكانه فين، فبتشوف الابنورمال حوالين المكان بتاعه عشان تعرف هو فيه مشكله ولا لا. طبعا بنكرياتيتس اللي هو ديفينيتيف دايجنوزز ليه سناب تيست كده بيتعمل شبه بتاع البارفو، بيقول لك البنك فيه بنكرياتيتس او لا، بيسموها السي بي ال والايه والاف بي ال، كلاين بنكرياتيك لايبيز وفي لاين بنكرياتيك ايه لايبيز. ما اعرفش والله، هو الدكاتره اللي هم على التيم، على التيم بتاع الجروب نفسه، هم اللي هيقولوا الفيديو هيفضل موجود تقريبا ولا لا، بس تقريبا هيفضل موجود يعني. هو السيشن ان شاء الله هيفضل موجود يعني، انا عارف ان ساعه انت عندي بيقطع او مش عارف عند حضرتك، فهو تقريبا هيفضل موجود يعني. ماشي، في حد عنده مشكله في الكام حاجه اللي قلناهم دول؟ حد عنده مشكله؟ طب ناخد الحاله ديت. في حاله تانية 12 سنه نيوتر ديميل دوميستيك شورت هير كات، بقى اسبوع ونص ديكريس ابيتايت واوكيجنال ايه فوميتنج. الحاله دي انا جايبها بس هي نفس الحاله اللي فاتت اصلا، بس البنكرياس هنا لو انتم ملاحظين بتاع الابيض ده ماشي ماشي اهو كده. طبعا دي حاله نادره مش هشوفها كتير ان في مينرالايزيشن في البنكرياس، بس انا جايبها عشان اثبت لك بس ان هنا وجود هنا البنكرياس بيبقى ماشي ايه الحته دي. لو ملاحظين هنا، هنا الجزء ده السبلين، الحته دي الكدني، والبنكرياس ايه داخل فيها بينهم، وده ال ده البادي، وده الايه دي الرايت ليمب، دي الليفت ليمب، الرايت ليمب والايه والبادي.
دي بس حالة بس ايه عشان اثبت لك ان هي ايه دي البنكرياس يعني. ماشي، في حد عنده مشكلة دلوقتي؟ هو سواء ايه المشكلة، مش في النت عندي، النت عندي كويس. الفكرة بس زي ما قلت لك دكتورة ايام ان الداتا نفسها الصور هاي كواليتي، فبتترفع، فبتيجي تترفع على الصورة على اللايف بتفصل عندكم، بس لما دي تنزل المحاضرة تنزل هتلاقي المحاضرة ايه كاملة يعني، او مفيش تقطيع فيها يعني. انا عندي في مشكلة ان الصور بس هاي كواليتي يعني. ماشي، في حد عنده مشكلة في الجزء ده قبل ما نخش على الليفر؟ حد عنده مشكلة؟ نكمل ولا في حد عنده مشكلة نعيد له حاجة؟ ماشي هنكمل. البنكرياس ولا يتفحص بالاكس راي؟ البنكرياس بيتفحص بكله، بيتفحص بالاكس راي كدلالة ان يقولك ايه ممكن تشك ان في مشكلة في البنكرياس. السونار هو الديفنت، هو وسيلة احسن شوية من الاكس راي في تحديد البنكرياس في مشكلة ولا لا. بس اولا السونار يعني محتاجينه يبقى هاي فريكوانسي، سونار نضيف جدا، مثلا هتلاقيه مثلا في رينج، هيخش مثلا في رينج مليون تقريبا، اللي مثلا زي ازوتا او حاجة. طبعا السونار ده مش هتلاقيه متوفر في اغلب العيادات يعني. فكبنكيس عشان تقدر تجيبه محتاج اول حاجه واحد هاي بروفيشنال، تاني حاجه سونار نضيف جدا. فاحنا ساعات من ايه بنعمل الكيتسات، الكيتسات هي ايه تقولك في بنكيتاتس او لا، فبنعملها يعني. اما سونار والاكس راي، البنكيتس اورجن صعب جدا 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 اللي هو يتفحص بالاثنين بالاكس راي والسونار يعني، محتاج واحد بروفيشنال جدا حقيقه يعني. بس احنا يعني نحاول نوصل على قد ما تقدر ايه تبقى فاهم يعني، وانت بتحاول ايه يعني ايه تلم الدنيا شوية. ايه information بتاع ايه؟ اه البنكرياس لو انت شفت هنا في الصورة دي دكتور يوسف عندي ده ايه، ده وجود البنكرياس اللي هو الجزء الابيض ده، ده المكان بتاعه. طبعا هنا دي الصورة دي البنكرياس فيها واضح، لو جينا الصورة الحالة اللي قبليها عندي ديت الكدني هنا والسبلين هنا، تمام شايف ده مكان اماكنه. لو جينا الصورة في النورمال خالص من الاول الكدني ايه والسبلين هنا، ملاحظ هتلاقيهم ايه فوق بعض مفيش فراغ بينهم. فلو رجعنا للحالة بتاعتنا في فراغ ايه بينهم، الفراغ ده ايه ان عندي هنا الليفت ليمب بتاعة البنكرياس بيحصل لها تبقى موجودة في الحتة دي كده، لما يحصل فيها ورم تبدأ تزق الايه السبلين عن البنكرياس، تبدأ تزق السبلين عن الكدني. ده بس تفكت او يحصل فيها انفلاميشن تطلع لي فلويد يبدأ يزق الاتنين ايه عن بعض. واضحة النقطة دي يا دكتور؟ واضحة يا دكتور يوسف؟ تمام مش هنخش على الليفر. انا عندي ده قلنا ده مكان الليفر، ده مكان الليفر وده مكان الايه وده الاستومك. تمام، انا عشان اعمل ايفالويشن للليفر، الليفر ده يقولك ايه هيماتوميجالي، ليفر سيروسيس حجمه صغير حجمه كبير، اعرفهم ازاي؟ عندي زي ما اتفقنا لازم يبقى في حاجات انا بقيس عليها، ما ينفعش اللي هو العشوائيه دي اللي يقولك ده كبير وده صغير. طب انا رايي ممكن مختلف عن رايك، محتاج حاجه تحكم بيني وبينك. اول حاجه عندي بقى اعمل ايفالويشن للليفر بثلاث حاجات. اول حاجه
حدود الليفر شارب ولا راوند، اللي انت باصين كده حدود الليفر اللي طالعه الاخيره دي، لو انت ملاحظين هنا هتلاقي ايه شارب، ده النورمال. تاني حاجه عندي ده الايه، ده اخر حاجه في الثراسيك كيج اللي هو كوستال ايه الارج، البون ده، ده البون ده، دي كوستال ارش، ده الايه بيسموه ثراسيك كيج. يبقى الليفر طالع من بره الثراسيك كيج حاجه ايه بسيطه خالص، الكميه المساحه ديت او الكميه ديت بس بره الايه الثراسيك كيج، ده النورمال برضو. تاني حاجه بيسموها جاستريك اكسس، عندي لو احنا جينا هنا دي الايه الاستومك، بناخد خط عمودي من اخر حته، من اعلى حته في الاستومك لاخر حته في الايه في الاستومك، ده بيسموه جاستريك ايه اكسس. واخد خط عمودي تاني بين اتنين ايه ريب، ادي كده ريب واحد ريب والتاني ايه ريب التاني، اخد خط ايه بينهم ماشي كده. المفروض الجاستريك اكسس اللي هو هنا، اسف، المفروض الجاستريك اكسس اللي هو هنا كده يبقى موازي للايه الانتركوستال سبيس اكسس، تمام، المفروض يبقى موازي لبعض، لو مش موازي يبقى في مشكله. طب لو افترضنا ان الجاستريك اكسس ده راح حادف من ناحيه قدام، معنى كده ان الليفر ايه زقه، يبقى الليفر ايه علامه ان الليفر ايه كبير. طب لو الجاستريك اكسس حادف من ناحيه ورا او حادف لكده ناحيه الشيست، كده ان الجاستر الليفر ايه صغير، فالاستومك ايه حادفه على الليفر، نتيجه ان الليفر حجمه ايه صغير. آه عندي دول ثلاث عوامل لازم ابص على الثلاثه، اه لازم ابص على الثلاثه ليه؟ لان ساعات بعض السبيشيز مثلا ايه في اختلاف اناتومي، فتلاقي مثلا الليفر بره الكوستر ارش مثلا مسافه كبيره، بس هو الراوندنس بتاعه شارب والايه والجاستر اكسس مظبوط، فلازم على الاقل اتنين من الثلاثه دول يبقى فيهم ايه مشكله عشان اقدر اقول الليفر كبير ولا صغير. إيه بس، فعندي اول حاجه في الليفر 11 سنه، نيوتر دي ميك كافيرا كينج تشارلز اسبانيول كافينج انترميتلي فور اباوت 1 مانث، 11 ايه سنه. لو بصينا كده ده الايه ده الليفر، اتفقنا من الاول خالص ان المينرال اوباستي او درجه اللون اللي هو المينرالز الاملاح اللي هي درجه ايه اللون اللي هو اللون الابيض اللي هو اللي تحس لون اللون الايه العظم شبه الدرجه دي كده، اللون الابيض ده او الجري اللي هو الفاتح خالص ده. فلو بصينا في الليفر، لو جينا مثلا نورمال ده، دي نورمال ليفر، هي عباره عن جري، طبق درجه جري اغمق شويه درجه طبيعيه. لو رجعنا للحاله ديت هتلاقوا فيها ايه لون ابيض كتير. طب انا عندي ايه الاستراكشر اللي ممكن يبقى فيه ايه مينراليزيشن، يعني هنا في عندي مينراليزيشن، عندي ايه الاستراكشر اللي في الليفر ممكن يبقى يترسب فيه املاح. تسمع عن كتير عن مصطلح الايه حصوات المراره، عندي حصوه في المراره، هي نفس الفكره كده، عندي ده المكان وجود المراره، ده مكان وجود المراره، فانا عندي هنا في حصوات في المراره، والحصوات طلعت من المراره امتدت للبلاري ايه دكت او اللي هو القناه الايه القناه المراريه. إيه دي مثلا دي قناه اهي، دي قناه هي وتشعبات هنا ايه هنا، فالحصوات طلعت من المراره نفسها وامتدت للقنوات المراريه، فدي هنا ايه مينراليزيشن في الجول برادر ومينراليزيشن في الايه في الـ في الـ في البلاري داكت، دي الحاله اللي معانا يعني. اما بالنسبه لحجم الليفر، الليفر حجمه طبيعي بره كوست الارش بمسافه صغيره، حدوده من بره شارب مش راوند، شارب خالص ايه، والجاستريك اكسس ايه يعتبر في رينج الايه رينج النورمال يعني. بس دي صورة تانية للايه الفي دي، الجول برادر بتبان في الحتة دي في الفي دي، يبقى عندي الجول برادر في اللاترال بيبان هنا، اما في الفي دي بيبان ايه في الحتة دي. مش في دي مينراليزيشن اوف بلري اند تري ايه اند جول برادر ستونز. في حد عنده مشكلة؟ الحالة اللي بعديها 12 سنة اولد سبيت، الحالة دي لا ممكن حد يكون ايه كربو تاني مش مهمة دي. طبعا الاسبرين، هخش على الاسبرين. طب عنده مشكلة في حالة الليفر اللي فاتت ديت؟ حد عنده مشكلة؟ هو فاضل جزء بسيط يعني، ان شاء الله نقفل خلاص يكون على ساعة كده بالظبط. في حد عنده مشكلة؟
ماشي. السبلين ايفالويشن، احنا اتفقنا ان السبلين ده ايه في الفي دي، قصدي في اللاتر، بيبقى ايه في الحته دي تحت. الكلام ده في الكلاب، يعني الحاجه تحت دي ايه دوج. الكات قليل جدا او مش هشوف اصلا السبلين ايه في الكود الابدو، في البطن من تحت، في الفي لاتر مش هشوف فيه السبلين، انا اصلا مش شايفه هنا. ده في الكات. اما في الدوج بشوفه ايه في الفنتر بتاع الابدو. ايفالويشن السبلين حجم كبير حجم صغير، لا الاكسري ما يقدرش يقول لي، ما يقدرش يحكم لي ان السبلين هايلي فاريبل في الايه، في البوزيشن وفي الحجم. اقدر احكم اكتر بالسونار مش بالاكس راي. فعندي اول حاله في السبلين 10 سنين، نيوتر دي ميل جيرمان شورت هير بوينتر 2 ويك اجو، هاد ترانزيانت انوركسيا اند ابدومينال بين، نو سبيسيفيك دايجنوز واز ميد، seem painful today especially around the thoracolumbar area but otherwise acting ايه normally. دي الاكس راي عندي. انا عايز الاكس دي مثلا، انا مش هتكلم فيها، عايز حد مثلا انا هتكلم فيها بس عايز حد ايه يعني يحاول يقول لي مثلا ايه الابنورمال فيها، يعمل ايفالويشن، يعمل ايفالويشن للليفر، للمكان اللي الاستومك، ده الاستومك مكانها متغير او لا، يعني بديكم هنتات إيه. حد بس ايه يعني من المتابعين يقول لي بس الحاجه ديت ايه المشكله اللي فيها، او ايه ايه الفايندنج، مش هقول لك ايه المشكله، ايه الفايندنج، ايه الحاجه اللي انت شايفها اب نورمال، او ايه الحاجه اللي انت شايفها نورمال. يعني حد مثلا ايه اديكم مثلا دقيقتين كده او حاجه، حد يقراها بسرعه كده يعني. فاضل دقيقة. اهبدوا يا جماعة اهبدهم، ما تقلقوش يعني مش شرط يطلع صح. يا دكتورة هنا لا هو الليفر لا حجمه يعتبر نورمال، بالعكس ده ممكن يبقى صغير كمان. لو انت بصيت كده هتلاقيه جوه الكوستر ارش، يعني لو بصينا على الليفر كده جوه الكوستر ارش اصلا المفروض يبقى ايه طالع كده من شوية. هو يعني والجاست يعني وحدوده ايه شرب، فديت يعني هو يعتبر في رينج النورمال. بس لو انا شاكك هشك اللي هو صغير مش كبير. دكتور احمد قال الكبد صغير صح. لا الامعاء ما فيهاش غازات، الامعاء مليانه ستول بس، هو تقريبا واكل كتير او اللي هو مليانه ستول ما عملش حمام بقاله فتره. في حد دكتور عهد، دكتور عهد اما كان المعده فيه كره او صح، هي مش كره يعني، هو دكتور قرب، دكتور عهد او دكتور عهد قربت من المشكله، هي المكان اللي يعني فيه كورة. طب الكورة دي ايه الفكرة هنا بقى في الحل المشكلة دي، ان انت تعرف النورمال بتاع الاورجان، تعرف تحدد هو النورمال فين. لو جينا مثلا هنا الليفر، الليفر اهو هو حجمه صغير شوية بس ايه سليم. طب لو جينا الاستومك، الاستومك النورمال بتاعها المفروض يبقى هنا صح. طب احنا لو بصينا كده على النورمال اللي بتاع الاستومك احنا مش لاقيينه، احنا لاقيين حاجه كده الحته دي كده وكده نازله، هي دي شكل الاستومك. بس ايه اللي خلاها مقلوبه كده، ايه اللي مخليها ايه، هو جاز في الاستومك عادي اللي هو ايه بيقول لك بقاله كام ايه بقاله تقريبا قاطع اكل وما بياكلش، فهو جاز في الاستومك ده طبيعي عدم قله الاكل يعني. عندي دلوقتي المكان بتاع الاستومك اتغير. طب ايه اللي ممكن يغير مكان الاستومك، يعني ايه اللي ايه يعني ايه الميكانيزم بتاعت المشكله، ازاي حصلت، ازاي حد يخمن كده. طب نديكم هنتايه كده، ايه اللي ماسك في الاستومك لو انتوا فاكرين من الاناتومي، كان ايه في استراكشر كده، او الناس اللي هي خدت جراحه او خلصت الكليه كان يجي نعمل كان في اورجان كده معين بيبقى متوصل بالاستومك ببلاد فيزيك كتير قوي وبيجي منه كده، فاكرين الاورجان ده كان اسمه ايه او ايه الاورجان ده؟
لا دكتوره ايه بتقول جاستريك فالفوس اند دايليتيشن. بص دكتوره، هو ده حجم الاستومك ده؟ اه انا ممكن اشك ان هو جاستريك فالفوس اند دايليتيشن، بس حجم ده حجم استومك طبيعي. حجمها الدايليتيشن ده هتلاقيه مثلا ايه الاستومك قد كده مثلا، حاجه بسم الله ما شاء الله يعني قافله البطن كلها. بس هي هي قريبه قوي الجاستريك دايليتيشن وجاستريك فالفوس، بس مش بالحجم ده. ضغط عليه هتزقها يمين او شمال او فوق او تحت، اما تغير البوزيشن خالص دي هنا السمك مقلوبه، هي عامله كده مقلوبه اصلا. كنا خدنا زمان او في الجراحه او قريب ان السبلين متوصل، دكتور هدي السبلين متوصل بالاستومك عن طريق ايه حوالي 27 ارتري. حتى لما نيجي نعمل سبلينوكتومي هنقعد نقص، نقعد نربط الارتريز دي كلها وبعد كده نقصها، متوصله بالاستومك عن طريق الارتريز دي كلها وبليجمنت ومنتم وكده. فلو انا عندي بيحصل، سمعت عن حاجات كتير قوي بيسموها سبلينيك تورشن، عنده انقلاب في الايه في الارتحال. فانا عندي لما يحصل سبلينيك تورشن يبدا يحرك معاه الايه الاستومك. فاحنا لو جينا حاله شبه ديت، عندي ديت الاستومك دي الاستومك مقلوبه، والجزء اللي هو الكوره اللي تحت دكتور، حد كان دكتور عهد تقريبا كان بتقول ايه ان دوت ايه في كرة في الأمعاء، لا دي هي كرة بره الأمعاء، ده اللي هو الإسبلين. إسبلين كبير أصلا، احنا بنشوف بس التيل بتاعه تحت هنا، أما لما حصل فيه تورشن فبان عندي، بان إيه عندي ده كله إسبلين ودي إيه الاستومك. فلما حصل تورشن حرك المعاء إيه الاستومك. دي أهمية اللي تعرف الأورجن الاستراكشر بتاع النورم بتاعه فين. واضحة الحالية؟ واضحة؟ واضحة ولا إيه؟ لو جينا حتى للفي دي هنا، انت شايف مثلا التيل بتاع السبلين اهو، وهنا مثلا ده ممكن يبقى جاز في الاستومك، انت مش شايف التورشن هنا. فدي برضو اهميه انت لازم تاخد ايه اكتر من فيو، يعني التورشن هنا مش باين في الفي دي خالص، تحس ان الفي دي نورمال، وباين في الايه وباين في الـ في الـ في اللاترال. فحديت حلوه، واضحه معاكم ولا اعيدها ولا مش مفهومه؟ فري سبلينك ايه تورشن. واضحة الحالة؟ الناس فهمتها ولا ايه؟ ايه ناس الكرة دي اللي هي السبلين. فالسبلين لما حصل تورشن اتحرك من مكانه وحرك مع الأمعاء. احنا في النورمال بنشوف السبلين فين؟ السبلين بنشوفه في الحتة دي كده، تمام؟ ده التيل بتاعه بس، الديل بتاعه، اما كاسبين كله احنا مش هنشوفه ان هو متغطي باورجن تانية. فلما حصل فيه تورشن بدا يبان عني، بدا يبان عندي الحته دي بقت فاضيه والاسبين ملاها والاستومك اتحركت ايه لفوق. تمام كده يا دكتور؟ ماشي، هنخش على فاضل حالتين. في حاجات كده بنشيلها ان هي مش مهمه قوي، حاجات في حالات اهم. عندي ديت حاله 8 سنين old male neutered beagle strang urea وهيمات ايه يوريا، بيعمل يورين بالعافية، واليورين اللي بينزل لونه ايه احمر او فيه دم. بص كل الاورجان ايه في رينج الطبيعي كويسة، مفيش مشكلة. عندي هنا لو ملاحظين ده الايه ده الكولون اهو داخل الايه داخل على الريكتوم من ورا. عندي هنا في كورتين لو شايفين، هنا واحدة ايه واحدة ايه تانية هنا، تمام شايفينهم ولا لا؟ ديت بروستاتا وديت اللي ايه اليوبي المثانة. المثانة حجمها 70، هنا البروستاتا عندي ايه متضخمة ايه متضخمة. وعندي لو ملاحظين هنا في ايه في الحتة دي في النص كده في لون ابيض ده او لون مبيض كده اللي هو فيه مينراليزيشن. فانا عندي الحاله دي بروستاتا متضخمه وفيها مينراليزيشن. انا عندي فيهم مرضين بيجوا في البروستاتا، يا اما تيومر حميد بيسموه بلاين تيومر، يا اما ايه خبيث. ايه الكرايتيريا بتاعت الخبيث؟ اول حاجه الحيوان ده ايه نيوترد، يعني ايه معمول له عمليه كاستريشن، معمول له عمليه كاستريشن. فالمفروض اصلا الورم الحميد
لو حيان معمول له كاستريشن ما بيجيش. ده احنا اصلا علاج الورم الحميد في البروستاتا اللي احنا بنعمل له كاستريشن، فهي بتصغر في الحجم، فمعنى ان هي ورمه وهو اصلا كاستريتد، معنى كده ان ايه انديكيتور اللي هي ممكن تبقى خبيث. تاني انديكيشن وده الاهم، ان انا بلاقي مينرالايزيشن في التضخم في البروستاتا، اذا البروستاتا متضخمه بلاقي فيها ايه مينرالايزيشن، فدي علامه اللي هو ايه مالجنت تيومر، فدي حاله ايه مالجنت تيومر في البروستاتا. دي حاله تانية برضو شبهها، دي كلها المثانه ودي الايه دي البروستيت، شايفين هنا في ايه مينرالايزيشن اهو، او حصوه هنا موجوده مينرالايزيشن في الايه في البروستيت، فدي برضو ايه مالجنت تيومر. طبعا انا بعرف البروستاتا حجمها صغير ولا كبير ازاي، برضو نفس الفكره، لازم اقيسها بحاجه. فانا عندي انا ممكن اقيسها بايه، يعني ايه الاستراكشر اللي عندي في الجزء اللي ورا ده، في المكان اللي فيها البروستاتا، الحته دي كده ثابت مش متحرك او حجمه ثابت. اولا انا عندي في الحته دي في ايه الكولون، الكولون ممكن يبقى صغير وكبير حسب فيه اسطول ولا لا. بالنسبه للبروستاتا هي انا لازم اقيسها بحاجه. فانا عندي ايه ثابت هنا، عندي البلفيك انلت. البلفيك انلت بيتاخد منين؟ من الجزء ده بالظبط لحد الايه الجزء ده، فده اسمه ايه دي بلفيك انلت، وده ايه البروستاتا الحجم ده. فبقارن البلفيك انلت بالبروستاتا، لو البروستاتا حجمها اكبر 70% من البلفيك انلت، دي كده معناها اللارجت، او دي معناها علامه ان في ايه مشكله او هي كبيره. اقل من 70% بقى ايه ما خافش منها، تمام. بس ده اللي هو ايه بقارنها بالبلفيك ايه بالبلفيك انلت، فدي حاجه بروستيت مينرايزيشن. طبعا ده في الميل دوج علامه ان هي ايه كوايت بات، او بمعنى اصح مالجنت تيومر، وعلامه اللي هو مينرايزيشن جامد كده دي اجريسيف ايه تشينج، اللي هو فيه تيومر ايه خبيث. الحالة اللي بعديها دي ان شاء الله اخر حالة، 15 سنة، سبيت في ميل دوميستيك شورت هير كات، لوست ثيرد اوف اوف ا كيلو جرام، 6 مانس ريسنتلي ديكريس ابيتايت اند مايلد ايه هيماتوكزيا. 15 سنة وبتعمل ايه بلاد في الاسطول وفقدت وزنها. الصورة دي مش واضحة قوي، في افيوجن في البطن، وهنا برضو في افيوجن في البطن، بس لو ملاحظين هنا ايه هنا في الكلى، دي الكلى شايفين من فيها تعرجات ازاي. الكلى التانية برضو الرايت ايه فيها تعرجات ازاي، فعندي هنا الكدني اول حاجة انا عايز اشوف حجمها كبير ولا حجمها صغير، فبرضو نفس الكلام لازم اشوف حاجة ايه اقيس بيها عليها الكدني حجمها كبير وحجمها صغير. فانا عندي دي حدود الكدني، فباخد خط بالطول كده، الكدني معلش داخل نازل لغايه تحت كده، خط ايه بطول الكدني، بقارنها بايه باللمبر رقم 2. اللمبر رقم ايه 2، يبقى اللمبر عندي رقم 2 بستخدمها في حاجتين، بقيس بيها حجم الكده وبقيس بيها ايه حجم الامعاء. عندي ديت اسف لمبر رقم 2 اللي هي ديت، معلش دي رقم 2 دي رقم 2 ودي رقم 1. عرفت ازاي؟ اخر ريب اهو داخل في اخر ايه ثراسك، بعديها لمبر رقم 1 ولمبر رقم ايه 2. الطبيعي الطبيعي الفلاين الفلاين يبقى من 3 ل 3 ونص ايه لمبر رقم 2، اما في الكراين من 2 ونص ل 3 ايه ونص. طبعا ما تتقاس في الفيديو. طب انا عندي هنا يبقى دي حجم كده تقريبا، دي حوالي 4 مرات طول الايه اللمبر، او 5 مرات كمان، فدي كده ايه متضخمه. دي اول حاجه. تاني حاجة عندي السموثنس بتاع الكدني، يعني الكدني لو جينا الحالة مثلا من شوية كده، أي حالة فيها كدني واضحة مثلا حاجة شبه دي، الكدني ايه واضحة جدا وسموث خالص كده، مفيهاش ايه التعرجات دي أو الانبعاجات دي. فالانبعاجات ديت حالة من حاجة من الاتنين، يا إما هيدرونفروسس، يا إما المية اترسبت في الكلى وعملت جيوب كده، أو سيست، أو سيست في الكلى نفسها، سيست كدني او بوليست كدني، يبقى ايه بيحصل فيها تبقى انبعاجات كده مليانه بالفلويد، يا اما تشو، يا اما ايه تشو حاجه انبعاجات مليانه بتشو. فانا عندي الهيستوري هنا اول 15 سنه مع انبعاجات كده في الكلى، فشك ان في تشو مترصف في الحته ديت، مع ان في دم بينزل في الاستول، فديت حاله اشك تقريبا انها تروح لايه التيومر. فتسحب عينه من الكدني هنا وتعمل لها هنا برضو في اللاتر برضو واضح، بس الصورة مش واضحة قوي، وتعمل لها ايه فاين نيدل اسبيريشن، وتعمل لها هيستولوجي وهيستوباثولوجي.
طالعه ديت ايه؟ ليمفوما. فهو دي الليمفوما دي مرض تيومر سيستيميك بيمشي في الجسم كله. فهو هنا حصل له إيه؟ ميتاستاسيس، وصل للكدني ووصل للامعاء، فعمل عشان كده عمل ايه اللي هو نزيف في الايه في الاستون يعني. بس في حاله ايه ليمفوما كان اللي يهمني بس ان انا اعرف ايه حجم الكلى اصلا، اقارنه ازاي يعني، اعرف حجم الكلى كبير ولا صغير بالايه بان انا بقيسها بلمبر 2 كده. احنا خلصنا النهارده يعني، في حد عنده اي حاله اي مشكله؟ طولنا شويه 10 دقايق زياده يعني. في حد انا كده خلصت النهارده، في حد عنده اي مشكله ان شاء الله يعني؟ طبعا في ناس برضه طبعا الكلام ده ايه، كل حاجه من الحاجات ديت هتبقى محتاجه ايه تشرح في محاضره لوحدها يعني. فانا ان شاء الله في كورس اصلا انا بعمله حوالي 24 محاضره او 25 محاضره في الاكس راي يعني، بتشرح بالتفصيل طبعا. طبعا احنا في كورسك احنا اتكلمنا ما اتكلمناش عن الابنورمال، في الكورس ده بنتكلم فيه عن كل ابنورمال وعن كل ديزيز انت ممكن تشوفها في الايه بالاكس راي، في السوراسيك، برضو في الابدومين، في العظم، يعني هنتكلم برضو عن السي تي، كورس شامل يعني. فلو حد مهتم يعني بتواصل معايا على الواتس يعني. ماشي، النهارده في حد عنده مشكله في السيشن النهارده؟ ان شاء الله تبقى مش اخر مره يعني. ايه الدنيا، حد عنده اي مشكله؟ طب الدنيا واضحه، شرحي مظبوط؟ في مشكله عنده اي تعليق على حاجه؟ بحيث مثلا لو في مشكله حاجه نصلحها بعد كده يعني، لو حد حتى عجبه الشرح يقول يعني اي حاجه. العفو والله، مفيش حاجة. ال ان شاء الله يا دكتور يعني اسحق يبقى في سيشن تاني يعني، ان شاء الله نحاول نظبطها يوم تاني كده ان شاء الله يعني، مع التيم كده نحاول نظبطها يعني، مع ربنا يسهل. العفو يا دكاترة. ماشي، في حد عنده بعد في حد عنده اي حالة اي مشكلة في الشرح عايز يتعاد تاني، حاجة مش واضحة؟ ممكن معانا مثلا 3 دقايق ولا 5 دقايق كمان. عفوا والله، شكرا على الكلام الطيب ده. ماشي يا دكاترة، ننهي اللايف من دلوقتي وإن شاء الله يبقى مش آخر مرة يعني. ماشي يا دكاترة، مع السلامة. مساء الخير عليكم يا دكاترة، إن شاء الله هنشرح الكتب دي على قناة اليوتيوب، وأكتر هنشرح كمان كورسات متخصصة في الكلينيكال باثولوجي والكارديو وحاجات تانية كتير. تابعوني على قناة اليوتيوب.